نجيبه عشان يلاقينا مكان يرفع عنه الاولاد وننسيهم المعاناه اللي شافوها. لملمت الالعاب كلها من شرق وغرب، الرفح من سليم والاسمنان من الروضات كلها لميته وحطيته في مكان واحد، واخذت اذن من الجيران. انا انبسط على الفكره، وكل يوم اولادهم بيجوا بتمرجحوا. لما يصير ضربه نقولهم قولوا طز طز مش خايفين. اول ما بسمع الطياره صوتها بطلع يجري عندي على الخيمه. ظل الولد تحت الضغوط، مشدود اعصاب، واي صوت اي بصير عنده حركات تشنجات، احيانا صراخ عصبيه. بروحوا على الصحة النفسية، دكاترة بتيجي بتاخذهم سيارة خاصة لإلهم، شافوا كتير في غزة. والله أنا لو بعرف هذا اليوم بدي يجينا كان ما خلفتش. كنت أحلم مستقبلهم يكون مستقبل يعني غير شكل بس على الفاضي، يعني حياتنا راحت.